انتم عددكم اربعه صح؟ يا شباب عبد الله حربي دي كل فريق اربعه صح؟ خلاص الحين بنلعب بولينج حلو؟ بنلعب بولينج كل اربع اشخاص كل واحد له رميه فيهم لهم اربع كور اكثر عدد يطرح هو اللي يفوز حلو؟ ايه حبك ابو رحمه يا ابا اصفها لك صف اربع حلو اربع زي ايه انا بروح ايه بس حط الباقي قدام ابو رحمه انت ما اشتقت البرنامج يوم طلعت انت ها ما اشتقت البرنامج يوم طلعت الا والله اشتقت وكيف شعورك يوم قالوا دقوا عليك قالوا ابو رحمه ترجع والله اني استانس كاني ناجح في اختبار كانك ناجح في اختبار اي والله وشعورك يوم طلعت تمنيت انك اديت في البرنامج والله. صح اي والله تمنيت انك قمت العصريه اكيد عشان نلاحظ ابو رحمه من جاء وهو صاحي العصريه عليك لاني تمنيت اشياء لازم اني اصححها قبل والله انك تفهم والله انك اسطوره والوقت ضيق ما عاد يمدي فلازم تأدي نعم يلا نروح تعرف هذه وش اسمها؟ البولينج متى وين تلعبها؟ من اليوم بالرجل ولا ليت؟ طيب تحداك حلو اكيد بالرجل ها؟ طقمك طيب تعال الفريق الاول يجي فريق ابو رحمه ابي شيله ابو ظافر باقي واحد هنا اربعه عبد الله حربي عبد الله قم لا صاحي طيب رحمة بس ارجع برحمة هنا ثقيلة هي ولا خلي لا خلي خلي بشغل شغل كل شخص له رمية واحدة حلو كل شخص له رمية واحدة كل شخص له رمية واحدة بالله يا يلا برحمة والله اسف يلا نبدا ايه نبدا ايه يلا تعال الكاميرات لا يلا ابو رحمه لك واحد سرعه يلا ابو رحمه ركز ها يلا ابو رحمه ابدا ولا ابو الله والله يا ابو رحمه يا واحد كلها باقي ثنتين حلو يعني كيف يلا عط ابو رحمه يلعب مره ثانيه اجل زيد يلا ابو رحمه عاد عبد الله عاد ابو رحمه ابو رحمه يستطيع ان يفعل ابو رحمه الله يا ابو رحمه الله يلا ابو رحمه الله ابو رحمه يا حق طول نقطه للفريق الاول الله عليه هلا ثلاثة انت تقدر مش عارف كذا اثنتين قدام وواحدة قدام واحدة قدام ابو رحمة دقيقة عن اذنك تعال شوي عن اذنك ابو رحمة عطنا شعورك اول شخص يجيب نقطة كاملة اللهم لك الحمد والشكر شعور رائع صراحة يا استاذ ناصر وان شاء الله القادم عاد في لعبة ثانية انا اليوم اتحدى بما انك انت خبير في الالعاب في برامج الواقع لازم استفيد منك في الفقرات الجاية يعني انا اشوف انك انت ركن من اركان الالعاب الحركيه الله يعزك يرفع قدرك ان شاء الله ما واتوقع انك انت بتاخذ افضل هدف باذن الله تلعب وين في الرياض في وين خلاص شكرا عفوا يلا الحين مع الكابتن الثاني صاحب التيشيرت الاسود عبد الله الحربي بيك كله هلا بالمختلف يو كان دو ات يلا سوي يا عبد الله اوه الهوى خسر عبد الله الرميه الاولى اوه شاهدوا عبد الله الحربي يسقط اول مره
عبد الله الحربي اثبت لنا فعلا انه حول. فيصل الحازم، فيصل الحازم من حاش من ذاك جذ احد من. يلا فيصل عادي كذا. اين انت؟ اين انت يا ابو راح؟ اوه الله اكبر عليك. ثاني نقطة إلى فريق أبو رحمة. أتوقع أنك سمعت علوات أبو رحمة صح؟ فيصل 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 تعال تعال شوي. تركي اسمعي تركي اسمعي تركي. عطنا كلمة للجمهور. أبو رحمة إيش قالك؟ أبو رحمة قال إنه يعني عنده خبرة الكافية. عندنا حادث قايل لكم. حادث 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 مصيبة 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 مصيبة. سيف السالم سيف السالم سيف السالم. صافي صافي شيء. نايف خل خلص هذه. تركي تركي تعال. عندك شيء؟ طبعا بنودي اسعافات الأولية. تركي سيف انزل حاول تتنفس خذ نفس عميق. اسعافات الاوليه يعني اي واحد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ماذا تقول في اخر لحظات حياتك الاخيره؟ شكرا يا عمده. تركي خلاص يا يلا يلا قام 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 ابشركم قام. تركي سبيعي نايف خل فريقكم بالله يكون جاهز يا نايف. خل فريق يكون جاهز. ايه خل تركي اخر واحد الحين. اخر لاعب اخر لاعب من الفريق الثاني نايف نايف نايف. اخر لاعب من الفريق الثاني تركي سبيعي حقق نقطتين وعبد الله الحربي. يلا هل تركي يا هل تركي اسمع تعليمات ابو رحمه. وش تقول له وش تقول له؟ ايه لا لا ارجع ارجع. ايه يا تركي ايه عطها يا ابويا. ها عطها. نو حتى مستشار تعبان. يلا يا تركي يلا تركي رمي أخيرة لآخر فريق. تركي ركز. واحدة بس كل ذا الحركات آخر شيء واحدة. يلا برا برا خلاص انت شوف. نايف نايف الحين فريق نايف السيوف. يلا خلص خلص يا ولد. سيف سالم يلا سيف سالم يلا دورك دورك. خلاص كل شخص له رميتين. يلا دورك كل شخص له رميتين. هات هات ايه خلاص دقيقة اصبر. نايف 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 يلا الحين ابراهيم عواد كم خبرتك في الملاعب؟ سنوات عديدة سنوات عديدة. إيه؟ كبر عمرك ورنا الخبرة الحين. اتوقع انك بتروح. يلا صنع. الله يا ابراهيم عواد. كل ذا السنوات واخر شيء كذا. يلا ابو رحمه خبرته في السنوات في لعبه البولينج شهرين وجابها كلها. يلا يا سعد العمق طبعا خذوا نقطه. لا لا ثلاث اربع ورا ثلاث قدام. دوري دوري انا. طبعا في جائزه انا اتمنى. ابو فهد ابو فهد والله على اشوفوني ولا ترى وجه السعد. ابو فهد ولا ترى بخرب حقك. ابو فهد لا تطيحني قسم. ويلي ويلي لف مين لف يا عيونا. لف مين يسار انا صدق ولا ابراهيم انا هو المضارب. بروح ما جيب النظاره. اللاعب الثاني سيفا سالم. حبيبي سيفا سالم فريق الحين خسر. ما شيء يلا انت تستطيع. يلا يا سيف. الله عليه ثلاث باقي اخ باقي اخر رمي. وينهم يا شلش؟ يعني انت كم عمرك؟ كم عمرك؟ اكبر منك بثلاث سنين. يلا يا سيفا سالم. يعني ابو فهد فيصل الحازم يعيشون حياتهم الطفوليه عادي لا احد يشرح. والله يقول ابو رحمه بما اني العمده ابى ارجعهم حياتهم الطفوليه. وسيف سالم سيف سالم ياخذ اول نقطه. الله يا سيف سالم. تركي تركي خوي من زمان يعني. طبعا طبعا ادري انكم ستوني لما شلت شوي. نايف نايف
قدمنا والله برحمة اليوم طلع أفضل من رمى اليوم بولينك وبرحمة. أتوقع أبو رحمة شو رأيكم هلا فيه؟ في كل شيء يعرف وهو ما يعرف. يلا يلا ابشرك وش جابوا كره على يدي. يلا خلصنا حتى هذه اكبر من يدك. يلا يلا يا نايف ثامر. نايف ثامر يتفسح. الله عليه الله عليه. يلا نايف يركز اخر كوره ياخذ تعليمات من عبد الله سالم. ياخذ تعليمات. اذا ما طيعت راح طيع المستشار حقه. اتوقع انه بعد ضايع. خلنا نشوف. ايه ضيعها. نقطة سيفها سالم تنشال من الفريق الثاني. الحين معنا اوسم رجل في المملكة العربية السعودية عبد الإله بن رقعان. طبعا انا اتوقع ايه هذه مقاسه. انا اتوقع ان عبد الإله بن رقعان انه بيجيبها كلها، لكن نقول ان شاء الله. عايش بوف بوف. طبعا ابو فهد ما يخفيكم يقول لي العبها برجلي ولا يدي، يعني عادي عادي، يعني هو اتوقع ما له حق الا على عنبر. تكفى يا عبود. وفيصل الحازم ما شاء الله عليه، جنوبه تصفط ويلعب على سكل بيكسره. مع بن رقعان، مع اوسم رجل في العالم. عدها عدها دقيقة. الله ابو فهد اوسم رجل في العالم فعله. ايوه حقق نتيجة التعادل. الجولة الفاصلة بين ابو رحمة وابو فهد. تعالوا يلا. طبعا منك ابو رحمة. دقيقة ابراهيم. ابراهيم دقيقة دقيقة دقيقة. ابو رحمة وابو فهد صرح. الكاميرا قدامكم، شو تقول ابو رحمة بما انك الحين على النهائي ضد ابو فهد؟ والله انا اقول طال عمرك عندك ابو فهد وفي جائزه. يعني اللي بيفوز ياخذ جائزه. عندك ما عليك تعدي. والله اقول الميدان يا حميدان يا ابو فهد، وان شاء الله اتحدى. اتحداك انت. تحدي قول. اتحداك انا ما ودي اني اقابلك، لكن اتحداك في اللعب والميدان. ما احنا وش يقول الشاعر في التحدي؟ التحدي تحدي والتحدي يبي شجعان. يا سلام يا ابي صلعان. تحدي يا ابي صلعان. كيف ابو رحمه؟ نقول ابو رحمه تجيبها. اجيبها. خلاص يا فيصل اجيبها. خلاص يا بابا خلاص يا بابا. يلا الحين مع النهائي، واللي بياخذ النقطه بيفوز بهديه مقدمه. هديه يعني انا اشوف انها من افضل الهدايا، لكن ان شاء الله نتنال على استحسانهم باذن الله. طبعا بلا قصر الميوزك يا عداد لو سمحت. طبعا عيال ارجع واقول ممكن ابو فهد ما كان موجود. يا نايف يا حبيب قلبي. طبعا ارجع واقول الهديه بيفوز فيها فريق واحد بس، هديه ممكن من الموروث الشعبي جدان يسافرون ويتعنون عشان ذا الهديه، وهديه قيمة قيمة عند أهلها والناس اللي تعرفها زين. يا سلام هذا المطلوب. أبو فهد أعطنا رأيك، هل تتوقع أنك بتأخذ بإذن الله شيء؟ إن شاء الله أنا تحمست الهدية زيادة عقب ما دريت أنها من الموروث. أي والله أنها من الموروث الشعبي. بس أخوي أبو هادي ما عليه تعديه الكبير ويبدأ. لا تعرف الوزنية أنا داري. أبو رحمة أعطنا كلمة. والله مثل ما قال أبو فهد والله حمستنا عشان الهدية. و هل تتوقع انك تاخذها؟ باذن الله. طبعا ان شاء الله باخذها ان شاء الله. انا ماني جاي هنا طقطق. لله حبيبي. جاي تنافس. ايه يقول التحدي والتحدي يبي صلعان. صلعان. رد عليه ابو فهد بيت شعر. تستاهل. ذنبي ذنبي تستاهل. الحمد لله على سلامة. طبعا ابو فهد اقول له والله لا حتى زلوفه وراحت الصلعه باقي الزلوف. عطنا بيت. والله ما يحضرني شيء اذا تحمست اضيع شيء. الحين وتبي هديه. نعم حصل. عيال تركي هديه من نصيبي. فيصل تركي ميدان يلا صلاح.
تركي سيف خلاص يلا بس عيال وقف يلا الحين مع الجوله الاخيره مع ابو فهد وابو رحمه نشوف من يفعلها وياخذ الهديه ابو رحمه ابو رحمه يسويها من يسويها تتوقعون يا جمهور من ياخذ الجائزه ابو رحمه اوه مصيبه مصيبه على ابو رحمه ابو فهد ياخذ الاوله دقيقه في تدخل في تدخل يتنعاد اتبع عبد اتبع ابو فهد صح اتبع ابو فهد صح خلاص شرفنا ورا تنعاد اسمع يا ناصر ابو رحمه شوف ما طاح ولا واحد انا طحت واحد لكل شخص كرتين مضبوط مرتين ولكن تدخل خارجي عيال خلنا يا خلنا نخلص يا الربع الشوط الاخير يا عيال خلاص فعاليات فليتوها انت حط وين باقي وهذا قدام هاكاك يا ولد حذفت ايه لا يلا ابو رحمه ضيعت الوزنيه يا ابو رحمه شوي كل شخص كورتين عشان خليه يلعب ورا بعض عشان ابو رحمه يسويها ابو رحمه ولا لا وش تتوقعون يا جمهور اعطونا رايكم ابو رحمه ولا ابو فهد الله عليك يا ابو رحمه باقي اخر كره لابو رحمه وطرح اربع يسويها ابو رحمه ولا ما يسويها ابو رحمه مثل ما انتم شايفين ابو رحمه جاب اربع ابو فهد نعطي ابو رحمه محاوله اخيره نصر لا خلاص خلاص ثنتين ناصر ثنتين خلاص انا راضي فزت ولا ما فزت خلاص ابو فهد ما رضى ولكن نقول عادة قبل شوي انا ما نرجع ورا يا فيصل يعني انا اتوقع والعالم الله ان ابو فهد خايف من ابو رحمه ما اعطى مرحله اخيره ولكن تسويها ابو رحمه وتفوز بالاربع الله على ابو فهد ابو خمس خمس نرجع الاخر خمس اخر رميه لكل شخص رميه واحده يلا كل شخص له رميه واحده يا سب دقيقه الحين بنقسمها لكم نصين لكل شخص ونشوف من اكثر كم يطلع طبعا ابراهيم عواد ما رجع للطفوله غشاش ويبي يفزع مع اخويه ولكن نتخذ معه اجراء ان شاء الله السجن بيمتلي الليله نستبعد نكلم عون يجي ياخذ ابراهيم عواد لا ما سويت شيء خلاص سويت شاطر ابراهيم عواد تغش يا ابراهيم احنا ما السجن بيمتلي اليوم ايه السجين والله ممتلي يعود للطفوله متاخرا هنا كم اوسم رجل مع وشي الرجل مع ابو صلحه من يفوز الله ما نعلم لكن نقول ان شاء الله يسويها ابو رحمه ولا ابو فهد يا جمهور من تتوقعون يفوز اعطونا رايكم طبعا هنا خمس وهنا خمس نشوف من يسويها وكل شخص له كره قبل تلعبون ابو رحمه وش تقول والله ما اقدر اش اقول انا الحين حاليا متوتر توتر الف شو اسوي يعني الجائزه غاليه والمنافس قوي ولكن نتمنى من الله التوفيق ان شاء الله نسوي اللي علينا انا اقول الفوز مشروب فنجاله الله على ابو فهد اللي علينا شو نسوي ابو فهد تصريح قوي من ابو فهد يقول الفناجين المشروبه الله اكبر عليك يا ابو فهد يا ابو فهد يسويها ابو فهد ولا لا مشكله عقب الكلام هذا كله ما يسويها ابو فهد والله انها صعبه يلا ابو رحمه يلا ابو رحمه الله عليك ابو رحمه جاب ثلاث ابو رحمه جاب ثلاث حذف اليسار سلامات بقدتي العب هذه ما في مشكله يلا مع ان ابو رحمه دخل ابو رحمه الله على دقيقه بقى اخر كره لابو رحمه واخر كره لابو فهد ابو رحمه طرح انت اللي لك اليمين باقي ابو رحمه ابو فهد باقي ممكن دقيقه ممكن يسوي ابو فهد ما ندري ابو فهد ممكن يسويها يلا روح احس لك ابو رحمه لك الثنتين هذيك راح اليسرى انت حضرت ابو رحمه يركز ابو يهوش ابو رحمه الله كيف ابو رحمه سواها ابو رحمه والله كله والله يعني اصلع رجل سواها على اوسم رجل نشوف اوسم رجل هل يسويها ابو فهد اوه والفايز معنا ابو رحمه سمعونا صفقه تحيه لابو رحمه الله عليه طيب ابو رحمه دقيقه سيف استاهل كلمه صرحت
واحتمت تصريحك وكان متحمس واشوفك اصلا من اول وانت وانت تعطي فريقك عندنا الغداء ما ممكن ما مشى على هذا مثل ما قلت لك توفيق من الله سبحانه وتعالى وانت قبل كل شيء فاشكرك على الفقره الحلوه عن اذنك دقيقه بالله يا عداد لو سمحت تخلي لي الجائزه عند الباب هذا بجي اخذها ابو رحمه اشكرك على العصريه الحلوه يا ابو ظافر بيض الله وجهك جمال الله حالك نشكر اخويا هذول اللي وقفوا ولعبوا معنا ولكن طال عمرك مثل ما قلت لك تحدي ايش يقول تحدي والتحدي يبي صلعان تحدي والتحدي يبي صلعان طال عمرك ما يبي فرسان هالهدية صلعان هدية بتجينا بعد شوي يا ساتر كلمة يا ساتر وش سبب الخساره ابو فهد والله انا متنازل لاخوي الكبير ابو هادي يشتح لا يمكن توتر انا اشوف انه يعني هل عندنا نقاط ولا لا شيء هل انت مصدق انه تنازل عنها غير صحيح هو يقول الفنجي مشروبه لا ايه راح اجيب لك الجائزه واجيك إيه لا تطول لك يلا سرعه سرعه يلا عيال شباب بالله كلكم اجتمعوا بجيب الجائزه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر ما ادري ما ارتحت الجائزه هذه تبقى ابو فهد ها ما توقعها شباب راح نجلس حر وبيجينا يعلمنا داخل اقسم بالله اني دوخت قبيله من اللي تطيحها ها وين تطيح قبيله قا قا حا حا طا طا وين الشعثه يا ولد